أي مع البيئة التي حولك. ندخل على طول على الدرس الأول، وهو درس مهم جدا وبيتكلم عن تركيب المادة وخواص المادة. قبل ما أخش على خواص المادة، هو أصلا يعني إيه كلمة مادة؟ ما هي المادة؟ المادة هي كل ما يحيط بنا على سطح الأرض، كل ما يدور من حولنا على سطح الأرض يعتبر مادة. الكوباية مادة، الترابيزة، الكرسي اللي أنا قاعد عليه مادة، الفرشة اللي بصرح بيها شعري دي مادة، القلم اللي بكتب بيه ده مادة. يبقى كل ما يدور من حولنا على سطح الأرض يسمى مادة. هذا هو تعريف المادة. طيب ده تعريف عام. طب لو عايز أخصص التعريف شوية، يبقى كل ما يدور من حولنا بشرط أن يكون له كتلة وحجم. يبقى كل ما له كتلة وحجم هو مادة. طيب ما هو تعريف الكتلة وما هو تعريف الحجم؟ الكتلة زي ما خدنا في ابتدائي، هو مقدار ما تحتويه المادة، مقدار ما يحتويه الجسم من المادة. يعني كوباية الإزاز دي فيها قد إيه إزاز، كده أقدر أعرف كتلة الكوباية قد إيه، إن أنا أعرف كمية الإزاز اللي فيها قد إيه. القلم ده فيه حبر قد إيه، أعرف كمية الحبر اللي فيه قد إيه عشان أعرف كتلته. طيب عايز أعرف الحجم، يعني إيه الحجم؟ هو الحيز بقى اللي بتشغله المادة في الفراغ، أو الحيز اللي بيشغله أي جسم في الفراغ. لو أنا حطيت القلم ده كده على الترابيزة وشيلته تاني، مكان القلم ده اسمه فراغ، منطقة فاضية ما فيهاش حاجة. لكن بمجرد ما أحط القلم تاني، القلم ده شغل حيز من الفراغ. هذا الحيز المشغول من الفراغ يسمى حجم القلم. يبقى الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم في الفراغ. أما الكتلة هي إيه؟ مقدار ما يحتويه الجسم من المادة، من مادته. فهم كده؟ طيب. ما هي وحدة قياس الكتلة؟ الكتلة بتقدر بوحدة الجرام أو الكيلو جرام أو الطن. يبقى أنا عندي ثلاث وحدات للكتلة، الجرام، الكيلو جرام، الطن. ما هي وحدة قياس الحجوم أو الحجم؟ الحجوم تقاس بالسنتيمتر المكعب، بالمتر المكعب أو باللتر. يبقى أنا ممكن أقيس الحجم باللتر إذا كان حجم سوائل، أو الملي لتر، وممكن أقيس الحجم بالسنتيمتر المكعب، وممكن أقيس الحجم بالمتر المكعب. دي اسمها وحدات قياس. أنا علشان أقيس أي حاجة لازم الحاجة دي يكون لها وحدة قياس. هقيس حاجة لها طول، يبقى هقيس بالسنتي، بالمتر، بالسنتيمتر. هقيس حاجة لها وزن، يبقى هقيس بالجرام، بالكيلو جرام، بالطن. هقيس حاجة لها حجم، هقيس بالإيه بقى؟ باللتر. إذا كانت سوائل يقول لك إيه، أنا عايز أشتري 3 لتر لبن، 3 لتر مية، يقول لك الإزازة دي 1 لتر، 2 لتر، حجمها كده. فهمنا وحدة قياس يعني إيه؟ تمام كده. من هذا المنطلق نقدر ندخل على ما يسمى بخواص المادة، properties of matter، خواص المادة. يعني إيه كلمة خواص؟ خواص يعني صفات، خواص يعني مميزات. أقول شايف فلان اللي هناك ده، الراجل ده صفاته كويسة جدا. ليه؟ لأنه مهذب، بيحافظ على الصلوات، بيطيع باباه ومامته، بيعامل أهله وأصحابه بشكل مهذب ومؤدب. شوفي أنا كده اتكلمت عن صفات هذا الولد أو هذه البنت. يبقى الصفات هي الحاجات اللي بتميز الإنسان. طب احنا مش بنتكلم عن الإنسان دلوقتي، احنا بنتكلم عن المادة. يبقى أنا هدور على الصفات والمميزات اللي بتوصف لي المادة. العلماء لما جم يتكلموا عن خواص المادة، لقوا نفسهم محصورين بين أمرين، لقوا نفسهم محصورين ما بين خواص فيزيائية وخواص كيميائية. قبل ما نسرد خواص فيزيائية يعني ايه وخواص كيميائية يعني ايه والفرق بينهم، الاول يعني ايه يعني ايه خاصية فيزيائية وخاصية كيميائية؟ افهم الكلام، طالب العلوم لازم يفهم. طالب العلوم اخر حاجة يفكر فيها انه يحفظ، اخر حاجة يفكر فيها افهم الاول وعبر زي ما انا عايز. كلمة فيزيائي يعني حاجة اقدر اقيسها، حاجة اقدر الاحظها، حاجة اقدر المسها بايديا، اتذوقها بلساني، هي دي الحاجة الفيزيائية. الحاجة الكيميائية او الخاصية الكيميائية حاجة بتحدث بعد تفاعل، اسمه تفاعل كيميائي. احط مادة على مادة، الناتج اللي يطلع ده ناتج من تفاعل كيميائي. فاهم كده؟ ده الفرق كده بسيط او ملخص بسيط للفرق بين الفيزياء والكيمياء. طيب ما هي الخواص الفيزيائية؟ عندي 7 خواص فيزيائية للمادة، 7 خواص فيزيائية للمادة. ايه هم؟ الخاصية الاولى هي اللون والطعم والرائحة. ايه ده؟ ازاي يا مستر؟ خاصية واحدة لون وطعم وريحة؟ دي اول خاصية من خواص المادة. طيب بشكل تخيلي كده هنسأل ونقول، انا اقدر استخدم الخواص دي في ايه؟ يعني لما اعرف مثلا ان طعم الليمون لاذع وطعم البرتقال مسكر، انا كده استفدت ايه؟ فكر كده. اولا قدرت اميز بين المواد. لما اعرف ريحة الخل وريحة البرفيم، مش الاتنين لونهم ابيض؟ عندي ازازتين برفيم محطوطين، واحدة فيها خل واحدة فيها برفيم. اجي افتح واشم، ايه ده؟ وافتح الازازة التانية واشم، ده ريحة برفيم. يبقى انا اللون ما ضحكش عليا، انما عشان هما متشابهين. يبقى انا اقدر اميز بين المواد من خلال
خلال معرفة خواصهم، صح كده؟ يبقى الفايدة من دراسة الخواص ان انا اقدر اميز ما بين المادة والمادة التانية، اقدر اقارن بين المواد من خلال استخدام الخواص. مفهوم كده؟ انا بدرس الخواص ليه؟ يبقى عندي اول خاصية من الخواص الفيزيائية للمادة، اللون والطعم والرائحة. الخاصية التانية الكثافة. الخاصية التالتة درجة الانصهار. الخاصية الرابعة درجة الغليان. الخاصية الخامسة درجة الصلابة. الخاصية السادسة التوصيل الكهربائي. الخاصية السابعة التوصيل الحراري. جميل. يبقى عندي اول خاصية اللون والطعم والرائحة، الخاصية التانية الكثافة، وثلاث درجات. ايه الثلاث درجات؟ درجة غليان، درجة انصهار، ودرجة صلابة. وعندي حاجتين للتوصيل، توصيل حراري وتوصيل كهربائي. تمام كده؟ هندرس بالتفصيل والتدقيق كل خاصية من الخواص، واستخداماتها ايه. يعني انت يهمنا واحنا بندرس الخواص، اولا انا عرفت انا بدرس الخواص ليه، علشان اقدر اميز بين المادة والمادة الاخرى. بدرس الخواص ليه؟ علشان اقدر افهم خصائص المادة، صح كده؟ عشان ادرس خصائص المادة بدرس خواصها، عشان ادرس مميزات كل مادة لازم ادرس خصائصها. ومن اهم الخصائص دي الخصائص الفيزيائية، ومن اهم الخصائص الفيزيائية اللون والطعم والرائحة. لازم نبقى عارفين ان اللون والطعم والرائحة دي من مميزات بعض المواد، وبعض المواد الاخرى لا ليها طعم ولا ليها لون ولا ليها رائحة. صح؟ في مواد ملهاش لا طعم ولا ريحة ولا لون، زي المي. المية ليها طعم، المية ليها لون، المية ليها ريحة. زي مثلا الاكسجين، ليه طعم، ليه لون، ليه ريحة. سبحان الله. يبقى في بعض المواد ليس لها لا طعم ولا لون ولا رائحة. يبقى دول انا مش بستهدف بيهم خاصية اللون والطعم والريحة، دول انا هقدر اكشف عنهم او اميزهم بخواص تاني هنعرفها بعدين. انما انا اقدر استخدم اللون والطعم والرائحة في ايه؟ اقدر استخدم اللون والطعم والرائحة للتمييز بين بعض المواد، من اهمها الحديد، الذهب، الفضة، النحاس. اقدر اميز ازاي بين الفضة والذهب؟ بالريحة؟ بالطعم؟ امال بايه؟ لماذا؟ لان الذهب لونه اصفر والفضة لونها فضي. اقدر بمجرد النظر ده لا فضة وده ذهب. اقدر اميز ما بين الحديد والنحاس، اقدر اميز ما بين الحديد والذهب، الفضة والنحاس، وهكذا. النحاس لونه اصفر، تمام، عن طريق اللون. يبقى انا استخدمت خاصية اللون للتمييز بين ايه وايه؟ بين الفضة والذهب، بين النحاس والحديد، بين الفضة والنحاس، بين الحديد والذهب، صح كده؟ طيب بالنسبة ادي خاصية اللون. طب خاصية الطعم اقدر اميز بين ايه وايه؟ ايه اقرب حاجة في ذهننا متشابهين لبعض والناس بتتلخبط فيهم؟ السكر والملح. انا ما اقدرش استخدم خاصية اللون للتمييز بين الملح والسكر، لذلك لابد من ان انتقل لخاصية اخرى، وهي خاصية الطعم. برافو. يبقى يمكننا التمييز بين السكر والملح والدقيق، ما دي لون ابيض برضه، عن طريق خاصية الطعم. يجي يقول لي صح وغلط في الامتحان. يمكننا التمييز بين الحديد والذهب والفضة والنحاس عن طريق خاصية الطعام، او خاصية الطعم، او خاصية التذوق. كل ده غلط. مع التصحيح، يبقى التصحيح يكون بدل كلمة الطعم اللون. طب يجي يقول لي صح ولا غلط، يمكنك التمييز بين السكر والملح والدقيق عن طريق خاصية اللون. اقول له يا راجل حرام عليك، ده التلاتة لونهم ابيض، هميز بينهم باللون ازاي؟ غلط طبعا. طب مع التصويب، الطعم. برافو. كذلك لو انا عندي ثلاث ازايز، ازازه فيها عطر او رائحه اللي هو بيرفيوم، وازازه فيها خل، وازازه فيها نشادر، هل هقدر اميز باللون؟ هل هقدر اميز بالطعم؟ ما ينفعش اصلا. يعني هشرب خل مثلا، هشرب بيرفيوم، هشرب نشادر، ما اقدرش، ده ممكن يجيلي تسمم. ولكن اقدر اميز بينهم بالرائحه. يبقى برضو نضيف لمعلوماتنا ان انا شرط علشان اميز بين المواد لابد تكون الطريقه اللي هميز بيها طريقه مناسبه ليا كانسان، طريقه ما تضرنيش. ما ينفعش اميز بين الحديد والذهب ان انا ادوهم بلساني، ما ممكن يجي تسمم، تمام. ما ينفعش اميز بيهم عن طريق الطعم، ما ينفعش اميز بيهم عن طريق الريحه، مش هقعد اشم في الذهب واشم في الفضه. لكن كل ماده لها طريقه في التمييز. بكده نكون انتهينا من المقطع الاول في الدرس الاول. ارجو تسمع المقطع مره واثنين وثلاثه. اذا كان في حاجه مش واضحه قدامك ما تستناش واسالني فورا، ان شاء الله اجاوبك على طول، سواء تسالني هنا تحت الفيديو او تسالني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصادق.